نتواصل مشاهدينا الكرام في انطلاق الشوطنا الثامن الخاص بالجدانة المهجنات الصائل والمسافية 5 كيلومترات. على بركة الله نتابع البداية. هناك النشمي محمد بن غدير بن عبيد الاكتبي من يتابع البداية ويتابع صدارة هذا الشوط. ربان يأتينا مع المركز الثاني. هناك ربان سعيد بن سالم بن أحمد بن دري الفلاحي مع المركز الثاني والمركز الثالث. هناك مشاهدين الاعزاء وتابع الجعدان المحليات الاصايل وفي الشوط السابع ضمن منافسات الصغار هنا على ارضية هذا الميدان. البداية هناك المقدمة شاهين محمد بن علي بن محمد بن مبارك المنصوري من يتابع البداية ويتابع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني ثاني المراكز تقدم الاسماء وتقدم الشعارات الرايه لمح البصر حميد بن عبد الله بن غليطه من يتابع لمح البصر مع المركز الثاني والمركز الثالث من الجانب الاخر. هناك ايضا التقدم شاهين محمد بن سالم سعيد المسافري على المركز الثالث والمركز الرابع. هنا دخول وتواجد الاسماء القادمه من شاهين محمد بن علي بن محمد بن مبارك المنصوري ودخول ايضا على المركز الخامس. هناك من يتواجد حشيم مطر بن عيد بالكوس الفلاسي والمركز
السادس، سادس المراكز. هناك مستحيل سيب بن هلال العليلي، والمركز السابع، سابع المراكز. هناك سابع المراكز الشبل سعيد بن حمد بن مصلح من جمهور الأحبابي من يتقدم، والمركز الثامن. هناك شاهين راشد بن أحمد بن عبيدة المهيري على المركز التاسع، والمركز العاشر. هناك عاشر المراكز صواف محمد بن عبد الله بن راشد الاكتبي. هكذا النتيجة، ولكن نعود مع البداية، نعود مع صدارة هذا الشوط المقدم. الله بالكوس مع البداية، مع صدارة هذا الشوط حشيم مطر بن عيد بالكوس الفلاسي من يتابع البداية ويتابع صدارة هذا الشوط. المركز الثاني لمح البصر حميد بن عبد الله بن غليطة الأغفلي مع المركز الثاني، والمركز الثالث ثالث المراكز. هناك الأسد عبد الله بن سعيد بن بروف الحميري مع المركز الثالث والمركز الرابع، رابع المراكز. هناك من يتقدم شاهين محمد بن سالم بن سعيد المسافري، ودخول أيضا وتواجد الأسماء القادمة شاهين محمد بن سالم بن سعيد المسافري. ولكن حشيم مطر بن عيد بالكوس الفلاسي هو المسيطر على البداية، على صدارة هذا الشوط المقدمة والصدارة. الله يا بالكوس، الله يا بالكوس، الله الله يضيف إنجاز تلو إنجاز ضمن منافسات المنافسات في سن الحقائق وفي سن اللقاء، يضيف إنجاز في إنجاز. الله الله يا البداية. هناك حشيم على مقدمة هذا الشوط وعلى صدارة هذا الشوط. الله، مطر بن عيد بالكوس الفلاسي، حشيم هو من يفوز بناموس هذا الشوط. وصد الله صباحك يا بالكوس على هذا الأداء الرائع اللي قدمه حشيم مطر بن عيد بالكوس الفلاسي. تهانينا والناموس. المركز الثاني لمح البصر، والمركز الثالث هناك شاهين محمد بن سالم بن سعيد المسافري، والمركز الرابع